تركيا تحديدا اسطنبول. هذا القصر يا جماعه بني من عهد السلطان الفاتح يلي فتح اسطنبول اللي كانت من قبل هي القسطنطينيه. عن جد صراحه هذا بحد ذاته مصر كبير وتاريخ ضمن التاريخ الاسلامي. وهذا القصر اللي انتم عم تشوفوه وراي عاش فيه جميع السلاطين العثمانيين من عهد السلطان الفاتح. عاش فيه السلطان سليمان، هرم، ناهي السلطان، وكلياتهم ناهي الدرم عفوا. بهذا القصر يا جماعه صاروا عده مؤامرات اللي كانوا حاسمين في تاريخ الدوله العثمانيه، وفي بعض منهم تسبب في انهيار الدوله العثمانيه. حنفوت هلا نكتشفه. نكتشفه. هون الناس عم تاخذ تيكتات، نحن اوريدي اخذنا الكارت تبعنا و حنمشي. الآيات القرآنية حتلاقوها في كل مكان بالقصر. فتنا هلا يا جماعة للقصر، في عدة أقسام. القصر كتير 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 ضخم. يا جماعة كانت بتعيش السلطان وعيلته والحريم تبعه وكمان آلاف من الخدم والجواري. فعن جد القصر ضخم. حوالي بيوسع حوالي 80,000 شخص. تصور 80,000 شخص يسكنوا القصر. هذا القصر هو نفسه موقع تصوير بعض اللقطات من مسلسل حريم السلطان، لانه مسلسل حريم السلطان يا جماعه صوروا بعض منه هون، يعني محتاجوا لباب العالي الحقيقي او دخول القصر ما قدروا انه يبنون، كمان احتاجوا لممرات، فاجوا وصوروا سمحت لهم الدوله ببعض اللقطات، بس ما سمحت لهم الدوله انهم يمثلوا داخل الغرف وداخل المناطق الاساسيه، لانه خايفين انه ياثر هذا الشيء على القصر وعلى هي الثقافه او هي الحضاره والبنيان تبعها. فلهيك اضطروا انهم يبنوا قصر كلياته من اول وجديد في منطقه بعيده او لما يسمى بريف اسطنبول، لحتى يقدروا يصوروا مسلسل حريم السلطان، ومو بس حريم السلطان، مسلسل قصر. امل حتعمل لنا لفه اليوم قال بتوب كابي لتورجينا اماكن تصوير مسلسل حريم السلطان وتعطينا معلومات عنه. كمان معنا ماما حابة تزور كمان القصر. هذا القصر يا جماعة صار لي زيراه أنا يعني 20 مرة، لأنه كتير 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 بحبه. حتى لو ما كان في تصوير كتير بحب أنه أجي لهون وأستمتع وأحس حالي رجعت بالزمن للوراء ولعهد الدولة العثمانية، لأنه الناس اللي متبعاني وبتعرفني عن جد بتعرفني قديش أنا مغرفة بالحضارة العثمانية. هون باب الدخول، هادولي هم الأعمدة تبع الدخول من قصر توب كابي. مباشرة 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 هون المطابخ، هادول المداخن تبع المطابخ. حنفوت لأول مكان المطبخ. هون كان سنبل آغا، والتاني نسيت اسمه، كان في واحد تاني طلع لكم صورته نسيت اسمه. فهون كانت كتير 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 أمور بتصير بعهد السلاطين. هي نافورة عثمانية، شوفوا الأبنية قديش فخمة وقديش تمثل هذاك العصر. الغريب في الأمر إنه لساتها موجودة هالأبنية. هون الحمام يا جماعة، هون المكان يلي كان بيكون فيه الحطب وهيك، وهون بنفوت للحمام يلي كانوا بيغتسلوا فيه. هذا الحمام يا جماعة، هون التواليت، وهذا الحمام تبع الخدم والجواري. بس لتعرفوا هذا مش حمام السلاطين، هذا حمام الجواري، فلهيك ما حتلاحظوا فيه فخامة ولا شيء، لأنه حمام الجواري والخدم. إيه شوفوا الحمام يا جماعة، أنا عم بحكي عن حمام الله يعزكم على بيض وإدوي، بس أنا عم بحكي على حمام منذ آلاف السنين، حمام كان ب 1400 و 1500، شوفوا هالناس التطور اللي كانت وصلها له بهذاك الزمن، بأوروبا ما كان عندهم هذا الشيء، باي ذا واي. هذا المطبخ تبعهم، وورجيكم شغلة يا جماعة لفتت انتباهي دائما لما باجي. هون مثل شفاطة الهواء تبعهم، بس بطريقة تقليدية وطريقة أحلى بكتير من الشفاطات الإلكترونية حاليا. هذا البناء هيك مبني، وهي جوا سكروها هلا كانت بتطلع البخار، فأي شيء طبخوه هون بيطلع من فوق. طبعا هم كانوا يطبخوا كميات عالية كثيرة، فبيطلع من هون وما بتتوسخ الأحجار والتراث يلي حاطين. فعلا الناس وصلوا لأرقى
أماكن التطور والتقدم، بس حافظوا على دينهم وظلوا مسلمين. أطباق تبعهم هتلاقوا كلام الله والرسول صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أسألك سؤال، هون شو كانوا بيعملوا؟ بدر العصي؟ الله صراحة ايه، هون كانوا بيحطوا الأضاحي طبعا لأنه الناس كانت كثيرة، فأكيد ما بيكفيهم خروف أو خروفين، كانوا هيك يعني. شوفوا يا جماعة هذا اللانش بوكس اللانش بوكس تبع العثمانيين، يعود عمره للقرن 18. طبعا هذول الصواني اللي كانوا بيحطوا عليهم الأكل وبيقعدوا فوق مثل هالمخدات وبيأكلوا. طبعا شوفوا هون عندهم كمان اواني فخاريه تشبه نوع ما الاواني الامازيغيه اللي نحن ورثناها في المغرب، مثل الطاجين الى اخره. اصلا غالبيه الناس في قديم الزمان كانوا يطبخوا بالاواني الفخاريه وهي الصحيه. هذا طباخ للدوله العثمانيه في القرن 18. هذول الطناجر ومطبخ وهون كانوا بيقطعوا الخضار الى اخره. هون حنلاقي شكري بي قاعد عم يطبخ نفس الشيء المدخنة اللي بتطلع كل شيء تبع المطابخ. مرحبا شكري بي ناص سنز عم يطبخ يا جماعة شوربة. وبهيك بنكون ختمنا قسم المطابخ. طبعا قسم المطابخ يا جماعة فيه عدة شغلات تانية، بس مو كل المناطق هم فاتحين هالسويات، فاتحين بعد مناطق، والمناطق اللي فاتحينا نحن ختمناها وورجيناكم المطابخ اللي كان فيها الشوكي بي وسنبلاء وعدة من الخدم والجواري. بل مبسوطة؟ كثير حلو ما؟ اي والله يا جماعة الناس اللي زارت تركيا والله لازم تجوا لهون. هيو قسم المطابخ يا جماعة، طبعا زي ما قلت لكم هو كبير وعريض ومش فاتحينه كلياته، حاولنا نغطي لكم اغلب الامور. وهلا حننتقل للقسم الثاني وهو قسم الديوان. هون يا جماعة مكان السلطان سليمان والسلاطين اللي كانت تحكم الدولة العثمانية. حتلاقوا جنبه جناح السلطان وطبعا افخم شيء قصر أو برج العدالة. من هذا البرج يا جماعة كانت بتطلع قوانين ودساتير بتخوف وبتهز عرش أوروبا كلياتها. يعني فقط إذا طلع فرمان من هون كل العالم بيطبق هذا الفرمان أو هذا القانون. هلأ نحن يا جماعة حنفوت لهذا المكان، هون حتشوفوا غرفة السلطان سليمان الحريم. المكان اللي الناس مش عارفين فيه، هذا المكان بالضبط هو المكان اللي كان يتم بيع السلطان فيه. هون بيقعد السلطان العرش تبعه وبتم بيعته من جميع الوزراء والمستشارين. اسمها سانجاك شيب. سانجاك طبعا كلام الله يزين كل الابواب. وحنفوت هلا لنستكشف اماكن السلطان وشو كان يعمل السلطان هون. هذول الاغوات اللي بيكونوا قاعدين بهالمنطقه لحتى يرحبوا بكل الناس يلي حيفوتوا من داخل باب الديوان. هون مباشره نحن بنكون دخلنا لقسم السلطان وللقصر. بهاي المنطقه بالضبط هي قسم السلطان سليمان. نحن حنحكي هلا على السلطان سليمان لانه افخم السلاطين العثمانيه بالنسبه لي وبالنسبه للتاريخ كمان. فهون حنشوف السرير تبعه والعرش تبعه. زي ما بتشوفوا هذا هو العرش تبعه من الذهب، وكمان هون السرير. عن هاي الشرفة مش هي غرفته، هم حاطينها هون كأنها غرفته، بس بالأصل تاريخيا هالمنطقة مش غرفته، بس كان ممشى لحتى يبلغ المكان الثاني يلي هو عن جد مكانه هو قعدته هو وحريمه، لأنه المكان تبعه قريب جدا زي ما بتشوفوا هون، قريب جدا أمل عم تتصور قريب جدا للحرملك. الحرملك من هون يا جماعة، من هون الحرملك، وكل هذا هو الحرملك ومكان الحريم. إن كنتوا حابين مرة تانية نرجع نفوت للحرملك، وإذا شفت تفاعل كثير على هذا الفيديو حنرجع نفوت، لأنه الحرملك لحد ذاته بده 3 ساعات لحتى نقدر نلف فيه. أمل طلعت مرشد سياحي فاشل يعني. وهون يا جماعة زي ما بتشوفوا المكتبة اللي كان بيدرس فيها الأمير الصغير مصطفى إذا متذكرين بحرم السلطان. هون الأستاذ
يلي كان بدرسه. طبعاً وصلوا كمان لدرجة كبيرة من العلم والثقافة والفكر الإسلامي اللي كان طاغي فترة الدولة العثمانية. طبعاً كمان كان من بين القوانين تبع الدولة العثمانية إنه كل الأمراء يكونوا حافظين القرآن كله. هالناس أدهشوني، كل ما باجي برجع بندهش أكتر من أكتر بزيادة. يا ريت في آلة زمن لأرجع لزمنهم، بس بدي بس أقعد يوم واحد زمنهم وأرجع. طبعاً في عهد الدولة العثمانية تحديداً بالقرن 19 أتى أمر إنه يجيبوا كل الأغراض يلي تابعة لعيلة الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم وعيد ترميمها والحفاظ عليها داخل إحدى القصور بإسطنبول، وظلت لحتى استقرت بداخل قصر توبكابي اللي كل الناس من حوالي العالم كلياتها عم يجوا يشوفوا ويكتشفوا ولو شغلات بسيطة عن دين الإسلامي. خلصنا هون من قسم الديوان، وخلصنا من مكان السلطان السياسي، المكان السياسي يعني المكان اللي كانوا بيجوا عند الوزراء والمستشارين وكذا. هلأ حندخل للمكان الأسروي، المكان اللي كان بيقعد فيه لحاله هيك. حنبلش بأول شغلة اللي هي مثل الكوشة بيسموها هما، كوشة هيك يعني، هي حرفيا هي حنفوت عليها. هي جماعة عندها إطلالة للحديقة، بأما هما بيقعدوا هون هو وأولاده وأحفاده، بيستجموا بيقرأ قرآن بيقرأها كتب إلى آخره. فهي عبارة عن مكان للترفيه والثقافة. وعن هون يا جماعة زي ما بتشوفوا إطلالة الحديقة، هلأ بنزل لها. خلونا نشوف هاي الكوشة، شايفين يا جماعة الإطلالة الفخمة، المكان اللي هون بيقعدوا فيه هو عيلته وأحفاده بيتحدثوا. هي هي عن جد شيء روعة. هينا يا جماعة هون كملنا منطقة الكوشة. بهالمنطقة يا جماعة هون بنزل الحديقة بنيجي لها بعدين. هلأ حنمرق لنشوف مكان السلطان والمكان يلي كانت بتطل منه السلطانة هيام إلى آخره. خلونا نطلع. هينا يا جماعة طلعنا. طبعا في بيكون عندهم كل فترة ترميمات، مثل هون في ترميم مباشرة. نجي لهالمنطقة هلا حنوريكم شو فيها. هاي مثل تصميم الغرفة تبع ناهي الدوران اللي بتشوفه. بورجيكم الخزاين. هلا هون الشبابيك، هاي خزانة يا جماعة هون، وهي اللي جوا. شفتوا شلون القعدة هون؟ والله القعدة هون بتشرح القلب. الزخارف، وطبعا هي هي المدفأة تبعهم. هدول المدافئ اللي بتيجي على هذا الشكل، بيعملوها كأنه منبر للصلاة. شوفوا ركزوا لي على كل شيء مصنوع، الأغراض الشغلات. طبعا أنا اللي شفت إنه كايمان دائما بيعملوا الشبابيك تحت، لأنه هم ما كان عندهم طاولات وما كانوا يحبوا الطاولات، رغم إنه الطاولات كانت موجودة بس هم ما كانوا يحبوها. كانوا يحبوا يمشوا على طراز السنة أو على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فدايما بيحبوا القعدة بالأرض وبيحبوا الأكل بالأرض بهي الطريقة. فلهيك النوافذ دايما بينزلوها لتحت وما بيطلعوها إلا في بعض الشغلات اللي بتستدعي إنه يطلعوها. هذا العرش تبع السلطان محمود يلي كان تقريبا بالقرن 18 على ما اتوقع، والقرن 17. هذا هو. طبعا هالمنطقه شو فخمه يا جماعه، هي هي منطقه السلاطين. في احدى هالبيوت، او عفوا البيوت انا عم اقول، في احدى الجناحات، الجوانح الجناح يعني، فهمت شلون؟ في احدى هالجناح مثل هاد 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 وهذول كمان، مو كلهم مفتوحين مثل هذا عم يترمم. هون كان السلطان بيعيش، فكل سلطان على حسب منطقته أو على حسب شو اللي بفضل. يعني مثلا هي مثلا بالقرن 16 ممكن تكون غرفة السلطان سليمان، بس بقرن تاني ما بيفضلها السلطان سليمان، بيروح لغرفة تانية، فهمت شلون؟ بس هي هي المنطق أو جناح السلطان بحد ذاته كله اللي بيكون قريب ل مكان الحريم أو الحرم لك. طبعا حتلاقوا دايما هالنوافير الكيوت. هاي الطريقة. شوفوا بعد ما صاروا منزلين هالناس هون، بتعرفوا انه مثلا بتمنى انه بيرموا. طبعا انا ما بآمن بهاي الشغلات. اذا بدك شيء ادعي له وصلي له واجتهد له، اما انه ارمي وهيك ما بآمن. anyway حنكمل. هاي بلكونة كمان، تصور هيك صوت.
هيك منظر انت وعيلتك هون السفرة. اخ يا عثمانيين. هون حتشوفوا الاطلالة الفخمة. حلوني اورجيكم اياها. شوفوا هذا هو المسبح يلي سقط فيه ابن السلطان سليمان في احدى الحلقات. ومن هنا خالص بتطل هيام والسلطان نفسه من هالمنطقة. شفت شلون؟ فعلى حسب المؤرخين هذا الجناح وهذا المبنى هو اللي كان غرفة نوم السلطان سليمان بالقرن 16 اللي كان فيه السلطان سليمان على حسب المؤرخين، والله أعلم. بقى هذا هو، بس انه هو حيكون مبنى من هذول المباني، فهمت شلون؟ وبالاخير كل هذا جناحه. هاي اللي هلا حورجيكم اياها اللي هون اسمها افطار كامريسه او افطاريه كامريسه. هون المكان يلي كانوا بيفطروا فيه في رمضان. الله الله على فطور على البحر مثل هيك، والخضار ومسبح تحتك. ولي على قلبي، ولي على قلبي. وهي غرفه من الغرف. طبعا شوفوا المدخنة هون والمدفأة كتير كتير كبيرة زي ما بتشوفوا هون وهون. طبعا الخزاين زي ما بتشوفوا كلياتها بالحائط. فعلى الأغلب أرجح إنه هي في عهد من ليكو، بدون ما أشوف. والله يا جماعة رجحت وطلع صح. كانت للسلطان محمود هالغرفة، كانت للسلطان محمود في سنة 1808 لسنة 1839. فلأنه كبيرة الغرفة ما شاء الله، كبيرة كبيرة والخزائن كثيرة، فأكيد حتكون لشي سلطان من السلاطين. طبعا هذا هو جناح السلطان سليمان. شوفوا أمل يا جماعة قعدت هون تعبت. بقى انه هذا هو جناح السلطان سليمان يا جماعه زي ما بتشوفوا. من هون كان يوقف وبيطلع على اسطنبول، وطبعا الجناح من هون ولسه مكمل لهنيك، بس من هون زي ما بتشوفوا مسكرينه. طبعا هم ما فاتحين القصر لحتى يشوفوا السياح، فاتحين بس بعض المناطق. وعلى الاغلب هي هي المسبح اللي وقع فيه ابنه، لانه هو كان بيطل من هون وهنيك وقع الابن، فعلى الاغلب هالمنطقه. وهذا المسبح شايفين هون على الاغلب. شايفين الباب هنيك اللي مسكرين؟ شوفوا. لانه السلطان سليمان كان بينزل من 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 المكان تبعه اللي هو هاد، بينزل في عنده مكان لحتى يمشي ويفوت دغري لعند الحرم لك. طبعا هم مسكرينه هلا، بس هيك كان في التاريخ وهيك كان في القانون. طبعا هو الوحيد اللي عنده الحق انه يدخل من هذا الباب ويفوت على الحرم لك، غيره ما فيه. زي ما بتشوفوا هلا كل هالبيبان مسكره، بس انه هو كان دغري بيفوت وبيصير بالحرم لك عند النسوان تبعه وعند الحريم والخدم والجواري تبعه. هون يا جماعه برج العداله والهيموني، هيك اتوقع الاسماء بنساهم، هيماني الهيموني، المهم حكتب لكم اسمه. هذا المنطقه اللي كان بيجتمع فيها السلطان سليمان مع الوزراء ومع كل اللي يحددوا القوانين الجديده للدوله العثمانيه. حتلاقوا كلام الله في كل مكان، وهي من ميزات العثمانيين. زي ما بتشوفوا يا جماعه هون كانوا بيقعدوا المستشارين وسفراء الدوله. هون يا جماعة كانوا بيقعدوا الوزراء، وهون بيترأسهم الصدر الأعظم، وهون بهذا الشباك بيكون السلطان ورا وبيضل قاعد لحتى يسمع شو عم يحكوا. أحيانا بيقعد أحيانا ما بيقعد، بس بحب إنه يعرفوا إنه هو موجود لحتى يسمع كل شو، ما تكون لا خيانات ولا شيء. خلصنا جولتنا بقصر الدوق الفلكي، رغم انه ما كان فينا انه نزور جميع المرافق، لانه في بعض منها عم تترمم وفي بعض منها اصلا مسكراها الدوله، لانه بتيجي ملايين من الناس سنويا لتحضر توب كاب، فما فيهم يفتحوا جميع المرافق، عم يفتحوا شوي والسنه اللي بعدها عم يشيلوا شيء ويرجعوا يفتحوا شيء لحتى ويضلوا محافظين على هذا الموروث الثقافي الرائع اللي انا كثير 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 بعشقه، وكل عشاق الدوله العثمانيه والتاريخ العثماني والتاريخ الصعاب حيكونوا استمتعوا معنا في هذا الفيديو، وكمان عشاق حرير السلطان حيكونوا تذكروا عده ذكريات للمسلسل. واتوقع انه وصلنا لنهايه هذا الفيديو، اذا كنتوا حابين بارت 2 لحتى نشوف هون
الحرم لك ونفوت عليه ونستكشفه بطابع تاني ونشوف شو الشغلات الجديدة اللي فتحوا بهاي السنة. كمان حطوا لايكات وبدي اشوف تفاعلكم على الفيديو لارجع مرة تانية. خليتكم الراحة. سلامة.